وجه والد اللاعب المعتزل كابتن ياسر قحطاني كلمة مؤثرة لابنه في الاحتفال الذي أقيم في العاصمة الرياض لاعتزال ياسر. وقال والد ياسر في كلمته اللي وجهها لابني: لقد أخذتك الرياضة منا بعيدا، والآن حان وقت رد الدين إلى أمك الحنون، فكم عانت وهي تراك مصابا أو متعبا، وكذلك لأسرتك كاملة وزوجتك، مضيفا رد الدين يجب أن يكون للوطن كذلك. والد القناص ياسر القحطاني بيّن أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة كذلك لتجديد البيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. نشوف مزيد من تفاصيل هذا المقطع وهذه الكلمة في المقطع الفيديو القادم. يا أيها الشباب، الرياضة قبل أن تكون تسلية فهي قيم وأخلاق وولاء للوطن وللأمة، وحفظاً وحماية للدين. فالله سبحانه وتعالى أعزنا بالإسلام، وليس لنا عزة إلا به. وأما هديتي لك فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى، وهي أغلى من أي شيء مادي، أن أولاً بأن يأخذ بيدك لما فيه خير دنياك وآخرتك، وأن يرزقك التقوى، وأن يجعلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رائعة الكلمة، لا ألاحظ فيها تفاصيل أكثر. وفي نفس الوقت ترى هو ما وجه الكلمة لياسر، هو في ترى في ملعب وفي شباب وفي رياضيين وفي قنوات ناقلة، وفي كذلك حدث هذا يعتبر شبه عالمي، نقول عالمي لأنه في لعيبة عالميين قادمين من أندية عالمية شاركت فيها الاحتفال. صحيح، هو وجه كلام الياسر وفي ذات الوقت كأنه يقول إليك أعني واسمعي يا جارة في الحكمة. في يعطي العافية على هالكلمات، فعلا جميل وجود يعني مثل هذه الكلمات المؤثرة. والأجمل أيضا تقدير هالكابتن اللي قضى عمر كبير في هالمجال بالإنجازات اللي قدمها للوطن وكذلك للأندية اللي مثلها، قدر والده بأن جعل له كلمة في هذه الاحتفالية.